وبشأن معاناة الشعب العراقي خلال الحكومات المتعاقبة على حكم العراق خاصة بعد عام 2003، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. سيد عبد القادر، مرحبا بكم. في هذه المعاناة استطاعت قناة الرافدين رغم التضييق عليها في العمل داخل العراق من الوصول إلى أسرة الفتى أحمد، وهناك طبعا ملايين القصص تشبه ما يعانيه أحمد وتعاني عائلته، لكن ما هو دور الإعلام في إبراز معاناة الشعب العراقي وإظهار حقيقة ما يعانيه؟ أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. من المعلوم تماما أن الإعلام هو السلطة الرابعة التي يمكن من خلالها محاسبة كل هؤلاء الذين يقصرون بحق الشعب، ولا بد أن نقول أن الإعلام وظيفته الحالية أن يكون منحازا لقضايا الشعب لينقل معاناتهم سلبياتها وإيجابياتها من أجل الوصول إلى الحل. وبالتالي قناة الرافدين ما تفعله وفعلته حقيقة من الوصول والتركيز سواء على ذوي المخطوفين أو اليوم ما شاهدناه من موقف يدمي القلوب لأحمد ولغيره من الشباب الذين تركوا دراستهم ولا زالوا في الفقر الوطقع. وبالتالي لو كان هناك تسليطا حقيقيا لرأى العالم هول ما يجري من العوائل وما يجري على العوائل العراقية وكيف هي تعيش تحت خط الفقر وتحت حقيقة وطأة هذه الحكومات وما فعلته من نهب كبير للأموال العراقية. لذلك حقيقة نحن نشكر قناة الرافدين بهذا الإطار وتحركها، لأننا نعلم كمية التضييق الحكومي والمطاردة عليها. لذلك عندما تنحاز بهكذا هي شجاعة حقيقية لكوادرها ولإدارتها بأن تبرز حقيقة ما يجري في العراق على جميع محافظاته بإطار وطني واضح تماما، وهذا حقيقة يتطلب من الإعلام الآخر ووسائل الإعلام الأخرى أن تشير على هذه القضية وأن تنحاز للشعب ليرى العالم المأساة المركبة من خلال هذه الحكومة. هناك مأساة مركبة، هؤلاء الشباب فقدوا تعليمهم، فقدوا مقدراتهم، وبالتالي هم حقيقة يعيشون في ظروف مأساوية من أعمال تستغل طفولتهم بأعمال هم ليسوا على قدر المسؤولية فيها من أجل لقمة العيش لهم ولعوائلهم. سيد عبد القادر، تفضلتم وقلتم أن الإعلام لابد أن يكون منحازا لقضايا الشعب. قناة الرافدين منذ انطلاقتها في 19/4 عام 2006 انحازت إلى الشعب العراقي، لكن نلاحظ أن الإعلام الحكومي يعمد إلى تجاهل في إظهار معاناة الشعب العراقي، حتى حين يتم ذكر المعاناة يمر عليها مرورا خجولا. كيف ينعكس التركيز على الوضع العام في البلاد سيد عبد القادر؟ بالتأكيد هناك تضليل للرأي العام الدولي عندما ترى أن هناك ميزانيات تصل العراق والكل يعلمها على مستوى العالم بأن هناك ميزانيات تصل بالسنة الواحدة إلى 100 مليار دولار. كل هذه الميزانيات كانت تصنع من العراق حياة رغيدة وعيش هنيء وتوفر كما هم وقعوا على دستورهم أنهم يوفرون لهم سكن وقطعة أرض وبالتالي حياة كريمة وتعليم. هذه كلها فقدها العراق. العالم لا يعلم أساساً أن هذه الميزانيات المالية الكبيرة قد سرقها هؤلاء أو سرقتها هؤلاء الأحزاب السياسية ومسؤوليهم والحكومات المتعاقبة بعد 2003. هذا كله حقيقة يلقي بظلاله على أنهم متعمدين في قضية التضليل والتضييق على القنوات. هم يضللون هذه القضية شأنهم، لكن قضية التضييق على وتكميم أفواه القنوات الوطنية التي تريد ومنها الرافدين نقل حقيقة الواقع العراقي، هذا هو بحد ذاته أيضا جريمة أخرى تمارس بحق الشعب العراقي. لأنه اليوم عندما تنحاز قناة الرافدين أو وسائل أخرى أو قنوات أخرى تريد أن تكفر عن ذنوبها وأن تذهب باتجاه الانحياز لقضايا الشعب العراقي، هناك تضييق أكيد، وهناك يدفع الإعلاميون ضريبة كبيرة جراء انحيازهم بالشعب العراقي. وما شاهدناه من أغلاق مقرات الرافدين ومطاردة بعض الإعلاميين المستقلين الآخرين الذين ربما خارج قناة الرافدين، وهناك مواقع وليجري اليوم عملية تشريع قانون الجرائم المعلوماتية، وكلها من أجل أن لا تنقل صورة العراقيين إلى خارج العراق وإلى الشعب العراقي ليعلم الجميع المأساة وهول المصيبة التي يعيشها أبناء العراقيين على مستوى الطفولة، على مستوى المرأة، على مستوى الأمراض، على مستوى كبار السن. وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه، ما فائدة وزارة الشؤون الاجتماعية؟ ما فائدة وزارة المرأة؟ ما فائدة وزارات أخرى المفروض
معنية بهذه القضايا كلها حقيقة يؤكد على أن هؤلاء نهبوا العراق، سرقوا العراق، وبالتالي يكممون الحقيقة ويظللون الرأي العام من أجل أن يبقى العراق حقيقة في مأساة كبيرة وواضحة. سيد عبد القادر، كما تعرفون بأنه على الحكومة لابد من أن توفر العيش الكريم للعراقيين، لكن أين الميزانيات المليارية التي رصدت لمشاريع الإسكان؟ أين ذهبت برأيكم؟ هذه الأموال واضح تماما عندما تتبعت قناتكم وقنوات أخرى ومواقع التواصل الاجتماعي، ناشطين تظاهروا في جميع مدن العراق، صوروا المشاريع المهمية، صوروا أن هناك إعلان لبناء برج سكني وهناك إعلان لبناء مستشفى، لكن إلى هذه اللحظة 16 عاما والأرض جرداء صحراء لا فيها مشروع ولا فيها أي إعمار. هذا يؤكد على انه هناك المافيات الفساد التي تمثلت في احزاب السلطه هي التي تتقاسم وتسرق على مستوى الحكومه الاتحاديه وعلى مستوى الحكومات المحليه في المحافظات، لذلك هم سرقوا هذه الاموال ولا زالت اليه الفساد تحمي هؤلاء الفاسدين والسرقاء، بدليل لم يتم محاسبه اي سارق وجميع من اثيرت بحقهم شبهات يتم من خلال لوي الاعناق واخراجهم خارج البلاد وبالتالي يخرجون بالمال. وهناك حقيقة معلومات واضحة للعراقيين جميعا أن الأرصدة المالية تحول لإيران والدول الأوروبية. نعم سيد عبد القادر، من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لكم.